فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول
ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسينا. إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون
يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً أفمن كان مؤمناً أما الذين آمنوا
وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا وقيل لهم ذوقوا عذاب كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا
من المجرمين منتقم. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره وما أدراك
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما صدق الله العظيم.